للطعم اللي مفاجأة يا باشا، ميلادي لسه ما جاش، قالوا هتمتحنوا الأسبوع ده وإحنا قاعدين في الجلاشة. ليه يا سعادة الباشا؟ يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. قبل ما تمتحني مش كنت بتسألني أنا جاهز ولا لا؟ أنت جاهز ولا لا؟ أنا جاهز طبعا لا، إحنا جاهزين طبعا لا. طب كنت ليه معشمني؟ صدقتك ليه تظلمني؟ وحياتي ملكش حق، وحياتنا ملكش حق، وحياتي ملكش حق، وحياتنا ملكش حق. حبيت دلوقتي ليه تفاجئني؟ وفي ظرف خمس أيام تزنقني؟ لو كنت الفشل بتشوقني لخص وابعت واحد يخنقني. طول الترم ما خدتش حاجة، حاطط مخي في التلاجة. طول الترم بكلم رشا واضرب ويا اصحاب بغاشة. ليه يا سعادة الباشا؟ يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. حتى لو بحضر انا وبذاكر طول السنة، تمشي معايا بالزق، تمشي معانا بالزق، تمشي معايا بالزق، تمشي معانا بالزق. دي مواد في ورقة واحدة، ليه فاكرني سوبر جاحدة؟ وانا صوابعي في الشق، واحنا صوابعنا في الشق، وانا صوابعي في الشق، واحنا صوابعنا في الشق. ده انا قلت لماما وبابا سيبوني، هيأجلوا مش هيمتحنوني. وقفوا ورايا في ظهري وسندوني، كان ليه اتغفلوا وافقوني؟ اتشعلقنا في حبل كورونا وانتوا حبيتوا تفاجئونا، حطينا في بطننا بالونة وقعدنا نحش في مكرونة. اسقط يا سعادة الباشا، يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. بعدوني عن الأستاذة، حستني في الأجازة، قلت مفيش امتحان، قلنا مفيش امتحان، قلت مفيش امتحان، قلنا مفيش امتحان. ما بتعلمش حاجة والمستقبل على حاجة، وأنا قاعدة في الأمان، وإحنا قاعدين في الأمان، وأنا قاعد في الأمان، وإحنا قاعدين في الأمان. كنت بحط المونوكل لجروحي وأنا واقفة بختم في سطوحي. ليه تهدم مستقبلي وطموحي وتخليني هعمل على روحي؟ واثق وما بصتش ورايا، قمت مسقف لي على قفايا، سما وشريف وخفاجة وآية، بكرة يعيدوا الثانوية بالراحة. يا سعادة الباشا، يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا.